مرحبا بحضراتكم مرة تانية، والفقرة الأخيرة اللي منورانا فيها دكتور دينا أبو السعود. وكل مرة بنتكلم عن ملف مختلف، ملفنا المرة دي هنتكلم فيه تحديدا عن تقوية العظام. أعتقد حاجة يعني بتمس كل الأعمار طبعاً. صباح الفل. طبعا صباح الخير يا حبيبة قلبي، ازيك يا هوان؟ النهاردة في تألق لا بجد والله، حلوة حلوة الضفيرة. عجبتك الضفيرة؟ طب والله كويس، رب تعجب الناس كمان. ملف بيكون مهم كل حلقة، وفكرة ان تحديدا هنتكلم عن تقوية العظام قد ايه المشكلة دي. مفيش بيت مصري بقى بمنتهى الصراحة ما فيهوش حد بيعاني من مشكلة في العظام، رغم سنه يعني اللايف ستايل بتاعه هتلاقي برضو فيه مشكلة. ما هو ده راجع ليه اصلا؟ راجع لللايف ستايل من الاخر، حياتنا يعني ثقافة عندنا. بالظبط. مشكلة وجع العظم او وجع الظهر او الحاجات دي ما بقاش مقتصر على السن الكبير. في اسباب كتيره جدا. اول حاجه نقص الكالسيوم، ده اول حاجه، ان اكلنا اللي بناكله ما فيهوش الكالسيوم. الكالسيوم مهم قوي، يوميا اخده، يوميا اعرف اخد كالسيوم بتركيز معين. من اهم الاكلات اللي فيها الكالسيوم يمكن البيض، الزبادي، الالبان، الجبن، والمكسرات، ومن الخضار البروكلي. تاني حاجة نقص فيتامين د، يعني على طول بقول فيتامين د. الناس كلها عارفة ان الكالسيوم للعظم، فيتامين د مهم جدا للعظم، لان لو فيتامين د عندي واقع، لو كالسيوم عندي موجود في الدم، لن العظم مش هيمتص. دي اول حاجة. تاني حاجة القعدة طول الوقت، ما بنلعبش رياضة، ما بنمشيش، طول الوقت قاعدين. ويمكن بتلاقي الشباب اللي بيشتغل في مكاتب بيقعدوا بالثمان ساعات على الكرسي، فبتلاقي يبتدوا بقى يريحوا، يبتدوا يقعدوا قاعده فيها انحناء. صح. فكل الحاجات دي ما تنفعش خالص. وكمان مهم قوي اقول الافراط في التدخين، دي حاجه، والافراط في المشروبات الغازيه. المشروبات الغازيه لو شربت مشروبات غازيه يوميا كتير جدا، ده بيطرد لي الكالسيوم بره العظم اصلا. كتير جدا ده اللي هو بيقاس بمقدار قد ايه مثلا؟ لا مش أي، انا عن نفسي انا بطلت المشروبات الغازيه مثلا بقالي سنه ما شربتش واحده. ممكن في خلال السنه دي لو مثلا حد اختي مثلا اقول لها لا انا هاخد بق بس، بقيت اخاف جدا. ومع تقدم العمر بتهيالي برضو طبعا. طبعا طبعا مع تقدم العمر كتله العظم نفسه بتقل. فمهم قوي ان انا اللايف ستايل بتاعي يتغير، والاكل بتاعي ابقى عارفه، والكميه السكريات كمان اللي بتتاخد بتضعف لي العظم، بلس ان انا اخد فيتامينز كالسيوم وفيتامين د لو واقع عندي. فدي حاجة مهمة جدا جدا يا نهوان. طب هو ممكن حد يكون عنده مشكلة أو بيعاني من مشكلة في العظام وهو ما يعرفش أصلا؟ العظم لما يبتدي بقى الظهر يوجع والحاجات دي، يمكن بيبقى فيه مرض مناعي بيعمل التهاب في اللي هو الريماتويد نفسه. الريماتويد ده حاجة تانية خالص، عشان محدش يقول أنا عندي ريماتويد اللي هو الروماتيزم واخد كالسيوم. الروماتويد بيبقى وجع في العظم، ده اروح لدكتور على طول. دكتور لما تلاقي عظمك كله فيه مشكله، لا لازم يعرف ان هو ما عندوش روماتويد. الخلل في المناعه بيعمل روماتويد، ده حاجه ثانيه. ده ليه تحليل ثاني. من اهم يمكن او بدعم جدا اكيد ألب مالتي فيت، اكيد بدعمه. ليه بدعم ألب مالتي فيت؟ لان ألب مالتي فيت فيه كالسيوم بمقدار مش كبير. عشان حد يقول ايه ده الدكتوره دينا بتقول اخد ألب مالتي فيت دايلي يوز وموقفوش، طب وانا كده بقى لما الكالسيوم يعلى، الكالسيوم لما يعلى في الجسم مش برضه مش كويس. لكن ألب مالتي فيت دخله كالسيوم 70 ملي جرام بس. أوكي. البالغين محتاجين 1000 ملي جرام، عشان كده بقول مع ألب مالتي فيت محتاجه دعم الكالسيوم اكتر. الحامل محتاجه 1200 ألب مالتي فيت، عشان كده بقول للحامل هتستخدمي ألب مالتي فيت رائع، لانه فيه فوليك اسيد، والبنت او الست قبل ما تحمل الدكتور بيكتب لها على فوليك اسيد من الاول. لان الفوليك اسيد بيدعم جدا الخلايا العصبيه للجنين وبيعمل على عدم تشوه الاجنه. لكن ممكن اقول لها يمكن الدكتور يقول لها هتاخد كالسيوم زياده بعد الشهر الثالث، ده بره ألب مالتي فيت، ولما تخلف بتوقف الكالسيوم الزياده كويس وتمشي على ألب مالتي فيت. فدي حاجه مهمه. طيب لو رحنا برضو تحديدا كده وسألتك عن المكونات الخاصة بهشاشة العظام، وفي نفس الوقت الفكرة هنا ان انا يعني انشط الجسد، يعني انشط الجسم، انشط العضلات بتاعتي، ايه الفيتامينز اللي موجودة داخل تحديدا ألب مالتي فيت اللي ممكن تشتغل على العنصر ده؟
لو هتكلم في الاول في هشاشه العظم محتاجه دكتور على طول، قلب مالتي فيت مش علاج لهشاشه العظم. ده لو وصل للليفل ده بقى، لان هشاشه العظم بيحتاج كميه كالسيوم كبيره جدا، والكميه دي الدكتور اللي بيقولها. قلب مالتي فيت داعم لتكوين خلايا العظم، فباخده عشان احاول اعمل حمايه كستاب قبل ما قدر الله نوصل لهشاشه العظم. لو هتكلم كمان قلب مالتي فيت ايه الحلو اللي فيه؟ زي ما قلت يا نهاوند النشاط والطاقه، فيتامين بي. فيتامين بي لازم اخده يوميا. كومبلكس بقى. كومبلكس. انا خلاص بقيت دكتوره. أيوة. والله بي كومبلكس ده اللي هو العائله كلها. العائله كلها. يمكن بتلاقي مكملات غذائيه موجوده في الصيدليات فيها فيتامين بي، بس هتلاقي واحد منهم مش موجود. انا عندي فيتامين بي 1 و2 و3 و5 و7 و9 و12. 7 اللي هو بايوتين، 9 الفوليك اسيد، ال12 الكوبالامين، و1 و2 و3 و5 الثيامين والرايبوفلافين والحاجات دي. الحلو في قلب مالتي فيت انه لامم فيتامين بي كومبلكس كله. طبعا زي ما احنا شايفين على الشاشه البيوتين اللي هو فيتامين بي 7 موجود داخل قلب مالتي فيت، داعم للتمثيل الغذائي. طاقه عايزه طاقه، يعني عايزه تمثيل غذائي، فالبيوتين داعم للتمثيل الغذائي. والبنات اللي بتشتكي من سقوط الشعر بقول لهم استخدموا قلب مالتي فيت ما دام ما عندكيش مرض يؤدي الى سقوط شعر. هتستخدمي قلب مالتي فيت في بيوتين، في زنك، في بيوتين وزنك وفيتامين بي، كل الحاجات دي مهمه جدا لعدم سقوط الشعر. كويس جدا. طيب بصي بقى، هروح معاكي لنقطه مختلفه، لان دي كومن لما ناس بتعمل دايت فتره وبعدين تشتغل وتواظب على الدايت بشكل دائم او منتظم، تيجي بتحس بكسل وخمول والطاقه ما بقتش زي الاول، لان الاكل اللي داخل مش زي الاول برضو. الكميه بتفرق، حتى لو انت هتاكلي صحي بس برضو بيفرق كتير جدا نقص بعض الطعام. الناس دي ممكن كالب مالتي فيت كمكمل هنا غذائي يعوضهم بقى عن الشورتج اللي حصل ده؟ طبعا. طبعا اي حد بيعمل دايت لازم يستخدم الب مالتي فيت، لان الشورتج بتاع الفيتامينز هيبان على طول على الوش. هتلاقي مثلا بنت او سيده بتعمل دايت فنقول لها ايه ده انت خسيتي بس وشك ماله شكله تعبان كده ليه؟ الوش محتاج فيتامينز عشان ينور. وطبعا النباتيين الفيجنز الفيجيتيريانز محتاجين طول الوقت يمشوا على الفيتامينز. يمكن كمان بخص عمليات السمنه التكميم ومسار المعده واي عمليات بتتعمل لانقاص الوزن، لازم فيتامينات. أوكي. لازم فيتامينات ومعادن. فطبعا بيقدر يعوض جدا الشورتج اللي فيه. واكيد برشح قلب مالتي فيت. ليه بقول قلب؟ اولا مرخص ومسجل في هيئه سلامه الغذاء. فدي تديكي امان جدا ان انا استخدمه. تاني حاجه متواجد ومتوافر في سلسله صيدليات كبيره من اكبر صيدليات مصر. سلسله الصيدليات دي موجوده في كل محافظات مصر، ما فيش محافظه مش موجود فيها الصيدليه دي. تالت حاجه اللي مكسل ينزل الصيدليه، احنا عندنا ارقام ظاهره على الشاشه، ده ارقام شركه بايو ناتشرال المنتجه لقلب مالتي فيت. نقدر نتكلم عن طريق الارقام، عايزين نستفسر عن اي حاجه الكول سنتر شاطر يقدر يرد على اي استفسارات. كويس. والاوردر بيوصل لحد باب البيت واحنا قاعدين. طب ده كويس. وعندنا جدا. كمان دلوقتي عملنا صفحه على السوشيال ميديا نهاوند للاستفسارات اكتر لو عايزين كمان. طب اكتر من كده نعمل ايه بقى؟ خلينا نروح لاسئله المشاهدين لانها بتبقى مهمه جدا برضو التفاعل معاهم. سهى علي بتقول هل الشخص بيولد بمناعه قويه ولا ضعيفه، وايه السبب اللي بيضعف المناعه بعد كده؟ انا عندي اسباب كثيره جدا لنقص المناعه، يعني لنقص المناعه، واحنا كلنا يمكن انا بعمل حاجه منها من غير ما احس. من اسباب نقص المناعه ما دام ما عنديش خلل في المناعه. يعني الخلل في المناعه بحتاج دكتور مناعه. نقص المناعه اللايف ستايل اللي بنعمله، اولا ما بشربش ميه كويس، ثانيا باكل كميه سكريات كتيره جدا. فبتلاقي مريض السكر طبيعي انه يبقى عنده مناعه ناقصه لو ما خدش فيتامينز مع الادويه. القعده طول الوقت ما بعملش رياضه، ده بيؤدي الى نقص المناعه. كثره او الاكثار في الانتيبيوتكس والمضادات الحيويه من غير استشاره طبيب، خدوا بالكم، بيهد المناعه. في ناس كده يجي لها برد، اديني ادويه لا ده غلط جدا. ده غلط. كثره المسكنات بدون داعي، المسكنات مش بونبوني بناخده، والادويه اللي باخدها من مثبتات المناعه، الادويه اللي بناخدها اللي فيها كورتيزون من غير استشاره طبيب، ده خطر جدا. يقول لك الله انا مش عارفه تعبانه ايه هاخد كورتيزون، اصل الكورتيزون سحر.
ده المقوله اللي بيتقال عليها، اصل الكورتيزون سحر، ما حدش ياخد كورتيزونات من غير استشاره طبيب، ده بيهد المناعه. فكل والتدخين بكثره بيهد المناعه، فدي حاجه مهمه. من الفيتامينات يا نهاوند المهمه للمناعه فيتامين سي وزنك ونحاس، والثلاثه موجودين داخل قلب مالتي فيت. كويس جدا، حلو قوي ان كله متجمع في قلب مالتي فيت. يعني انا كل عنصر من ده ببقى محتاجه، بس بقى الواحد مش هيمشي بشنطه مكملات غذائيه وادويه، فحلو ان انت عندك منتج لامم كل حاجه من العناصر المهمه للجسم. ده كويس جدا. ميرفت صبحي بتقول امتى اعرف ان تساقط الشعر ده عرض من اعراض نقص الفيتامينات، وايه اهم الفيتامينات لشعر قوي؟ من اهم الفيتامينز عشان ناخد شعر قوي او يبقى شعري قوي وصحي ولا يتساقط، البيوتين رقم واحد، الزنك رقم اتنين. الزنك مهم جدا لكل العمليات الحيويه في الجسم، والزنك مهم لاي خليه عندي بتتجدد، الدم عندي بيتجدد يعني محتاج زنك طبعا. الشعر عندي، الشعر اللي احنا بنشوفه ده بيقعد 3 شهور وبيقع، يعني الشعر اللي بيطلع من الجدر دي اخر مرحله، نمو الشعر 3 مراحل اخر مرحله اللي انا شايفاه ده. فالمهم المفروض ان انا ما يقعش اكتر من 100 شعره في اليوم، ولو يقع اكتر وما عنديش مرض يؤدي الى تساقط شعر من خمول في الغده الدرقيه، من التهابات في الكلى، كل الحاجات دي، انا اكيد برشح قلب مالتي فيت. قلب مالتي فيت دخله زنك مهم للشعر، بيوتين فيتامين بي 7، واعتقد على الشاشه دلوقتي كل الفيتامينات، انا عندي 13 عنصر وفيتامين داخل قلب مالتي فيت موجودين على الشاشه بتركيزاتهم، وده اللي بيميز قلب مالتي فيت. طب لو النهارده موضوع حلقتنا بنتكلم فيه تحديدا عن العظام وتقويه العظام، لو انا هقول دلوقتي انا شخص عايز ما اتعرضش لاي مشكله في العظام في حياتي كلها، فانا هبدا من سن كام ان انا ابتدي التفت لده، او انا ام مثلا هبدا من سن كام لاولادي التفت لده ان انا اعزز فكره هنا الفيتامينز اللي هم محتاجينها عشان ما يصابوش بده على اللونج تيرم؟ لو انا ام التفت بطريقه قعده البنت او الولد، الطريقه ما تبقاش منحنيه، لازم طول الوقت ابقى فارد ظهري، لو قاعد قدام التلفزيون عامل كده تروح يعني لا افرد ظهرك، ده كده بدايه ده بي بي سي. لو انا ام، لو شفت بنتي او ابني طول الوقت قاعدين في التلفزيون مشروبات غازيه ايا كان نوعها، نوقف ده. لو انا ام بدي لابني او بنتي الاي ال بي مالتي فيت، داعم جدا لتكوين خلايا العظم، وداعم للتمثيل الغذائي، وداعم كضد اكسده، وداعم للمناعه والطاقه والتركيز. يمكن الطلاب اللي عندهم امتحانات برشح لهم جدا قلب مالتي فيت، هيدعم تركيزهم وهيدعم الصحه النفسيه. طيب انا كان في حد سالني سؤال يعني ليا انا، خلاص عشان اوصله ليك يا دكتور، فانا هنقله عن لسانه. كان بيسالني طيب انا عايزك تسالي الدكتوره، لو انا واظبت على قلب مالتي فيت وبعدين جيت فتره ما خدتوش، هل ده هيضرني ولا الموضوع ملوش علاقه؟ هيضر. هيضر. طب دي نقطه كويسه. ليه هيضر؟ لان انا اخدته فتره طويله وقعدت شهر واثنين وثلاثه، وقفت الفيتامينات والمعادن اللي الجسم محتاجها لصيانه جسمه، هيضر طبعا، هيضر في المناعه، هيضر في الـ في الـ في الـ في عدم الطاقه، هتلاقي اوريدي خلاص الجسم ما فيهوش، هيرجع للنقطه الاولى، هيرجع للنقطه الاولى. فلازم اواظب على الفيتامينات والمعادن، لان الجسم لا ينتجها، معظم الفيتامينات والمعادن لا ينتجها الجسم، فلازم اواظب. يعني انا لا قولي له ما توقفش، ولو وقفنا شهر شهرين ارجع على طول، ارجع على طول. يمكن احنا مثلا زي ما نقول صيانه العربيه مثلا، بنعمل صيانه بعد 1000 كيلو، 5000 كيلو، 10000 كيلو، قعدت بقى لو مثلا عندي صيانه 10000 كيلو وعديت ال 12000 كيلو 13000، العربيه هتتعب جدا، فلازم طول الوقت اعمل صيانه لجسمي. فلا طبعا يا ريت تقولي له بلاش توقف فيتامينز. واكتر ديوريشن للتوقيف، مده للتوقيف يعني اكتر حاجه 3 شهور اكتر. حاجه ما ينفعش اكتر من كده، عشان فعلا لو انا اصل هو مش دواء، الفيتامينات مش دواء، هي فكره ان الفيتامينات مش هتبقى جسمك حاصل عليها يعني بس ومش دواء ان انا باخده واوقفه يعني، لا ده. وبعدين قال ليه برشح قلب مالتي فيت؟ لان تركيزاته عندي ما تخوفنيش، ما تعمليش قلق، والفيتامينات اللي فيه لا تخزن في الخلايا، الاكسيد بينزل في اليورين او بينزل في البول، فما يخوفنيش زي الفيتامينات القابله للذوبان في الدهون. فلا طبعا برشح له جدا قلب مالتي فيت، لو وقفه ما يوقفش اكتر من 3 شهور،
اطلاقا يعني. طب ذكرتي نقطه مهمه عايزه اروح معاكي يعني باستفاضه فيها، عمليات التكميم اللي بيعملوها برضو مهمه قوي ان هم ياخدوا مكمل غذائي، وتحديدا لو هنتكلم عن الب مالتي فيت، ازاي ممكن يخدم تحديدا اصحاب العمليات الجراحيه؟ بيخدمهم ان 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 بيبقى عندهم نقص، هو الاكل بتاعهم ما بقاش زي الاول يعني، لو بياكلوا 10% بس من كميه الاكل اللي كانت بتتاكل، صح؟ فده بيعمل نقص شديد في الفيتامينز والمينرالز. لازم طول الوقت ادعم جسمه للفيتامينات والمعادن، فمهم جدا جدا لو الدكتور بيكتب له على اي دواء ايا كان دكتور الجراحه بتاعه، انه اكيد بيدعم له مع الروشته بتاعته الفيتامينات والمعادن. مهم جدا ان هم ياخدوا فيتامينز ومينرالز، هيدعم لهم حتى يمكن البنات او السيدات اللي عملوا تكميم وما اخدوش فيتامينز ومينرالز، هتلاقي وشهم بدا ينزل خالص. ايوه صح، الخساسان بيبقى وحش، الوش خالص نازل، تحت العين مش حلو، الوش اصفر، ايوه مصفر. فلازم يدعموا اكيد بالفيتامينز والمينرالز، واكيد انا برشح الب مالتي فيت الرائع المرخص من هيئه سلامه الغذاء اللي سعره رائع. لا انا عارفه سعره، فهو بصراحه سعره اكثر من رائع، مش رائع بس يعني، دي حقيقه يعني، ان انا بقدم خدمه او بقدم بنفيت بهذا الشكل، استفاده كبيره كده بالسعر ده، لا يعني لا يذكر بصراحه. والله شركه بايو ناتشرال يعني هدفها انها تبقى في كل بيت مصري وفي كل اسره مصريه. السعر رائع جدا وفعلا في متناول الجميع، صح؟ فدي حاجه حلوه، لان الصحه مش مقتصره على فئه معينه، الصحه مش مقتصره طبعا على الاغنياء فقط، دي نقطه محترمه، كل الناس عايزه تبقى صحتها حلو. فاكيد شركه بايو ناتشرال عامله السعر ده عشان نبقى موجودين في كل بيت وكل اسره مصريه. طيب هروح معاكي للطبقات المختلفه، بما ان احنا ذكرنا عن الصحه للناس كلها، الطبقه اللي هي محدوده الدخل شويه ممكن الناس دي تبقى بتعاني من سوء التغذيه بشكل كبير او مفرط فيه، فلما انا اجي اقول ان انا اللايف ستايل بتاعي، هم طبعا في ثقافه عند بعض الناس يقول لك كل ما تتخن كل ما صحتك حلوه، مش عارفه ازاي يعني، ملهاش علاقه خالص، فاكلهم بيبقى غير صحي وزيوت وفول وحاجات زي كده معظم الوقت، فازاي ممكن ان انا اغير هذه الثقافه يعني؟ على قد ما انت طبعا محدود يعني دخلك محدود، فيمكن ما تطلبش افضل الاكل او ما بتتغذاش بالشكل السليم، فانت تعوض ده شويه زي ما كنا بنقول في متناول الجميع، حتى للاطفال الصغيرين ولادك تكون بتقدم لهم حاجه لصحتهم. قصه يا نهاوند لما قلتي كل ما اتخن كل ما صحتي تبقى احسن، ده انا كل ما اتخن كل ما صحتي هتنزل في الارض. يقول لك عز كرش عز، مش عارفه هما بيبرروا على فكره. كل ما اتخن كل ما صحتي تبقى سيئه جدا. برشح لاصحاب الطبقه المحدوده، برشح لهم جدا الب مالتي فيت، ممكن يبقى في اكلات فيها فيتامينز ومينرالز هم مش قادرين عليها. ممكن مثلا البروتينات اللي بتتاخد ما بتتاخدش يعني، اللحوم مش طول الوقت بيعرفوا ياكلوا اللحوم يعني، انا بقول الكثره في اللحوم وحش قوي طبعا الاكثار يعني طبعًا. يوميا اليوريك اسيد يعلى، مفاصلي توجعني، ادخل في نقرس، ادخل في دهون ثلاثيه، لكن في نفس الوقت ما ينفعش اقطع. ممكن يكونوا من اصحاب الدخل المحدود ما بيعرفوش ان هم ياكلوا الاكل ده على مدار طويل. الكوبالامين موجود داخل الب مالتي فيت، لان الكوبالامين اللي هو الفيتامين بي 12 هو موجود اكتر في المصادر الحيوانيه، فلو هم قطعوا المصادر الحيوانيه برشح لهم جدا الب مالتي فيت. والكلام على فكره يذكر برضو او يتساوى مع الاشخاص اللي هم ما بيحبوش اللحمه اصلا يعني، اللي هم النباتيين بالظبط، الفيجيتيريانز لا غنى عن الفيتامينات والمعادن. لان عندك فيتامينات ومعادن مثلا يقول لك ايه، طب الحديد موجود في الجرجير والسبانخ، اكيد، بس موجود اكتر في الكبده، موجود اكتر في المصادر الحيوانية يعني. فطبعا الب مالتي فيت هيبقى رائع، كمان اللي قاطعين اللحمه تماما يعني. احنا ليه بنتكلم كده؟ لان انا عجبتني جدا الجمله اللي قلتيها، فكره ان يعني ما فيش حاجه اسمها الصحه ما تبقى لطبقه معينه، فحلو ان بجد الب مالتي فيت بيقدم بنفيتس كتيره جدا وسعره مناسب لجميع الطبقات، تحديدا بقى انا مهتمه جدا بالطبقه دي اللي هي محدوده الدخل، ان يتقدم لهم افضل الاشياء، ففعلا ده ممكن يكون زي ما بيتقال كده حاجه
بنفيت او حاجه كويسه جدا ليهم، لان كلنا بنمر بالظروف. حتى في اوقات ناس مش محدود الدخل بتمر بظروف صعبه، مش كل يوم هنقعد ناكل لحوم وحاجات زي كده، جسمنا محتاج منها الفيتامينز. فده الواحد دايما بيدور على البديل اللي هو يكون في متناول الايد. ده الكلام ده لينا اكيد كلنا. دكتور دينا نورتينا، وملف حبيبتي. مهم وغطينا بتهيألي كل حاجه خاصه بيه، ونشوفك في حلقه تانية وموضوع جديد. طبعا. هنروح أكيد. من بعض فين؟ معاكي يا أيوة. انا بشكر حضراتكم على متابعتنا النهارده، ويتجدد اللقاء ان شاء الله بكره وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. مع السلامه.